هذا الملف ينضم معنا الآن الناشط المدني زايد العصاد، مرحبا بك في النشر الرئيسة زايد. خلينا نبدأ معك من هذا التقرير، شلون شفت ما جاء في هذا التقرير، فحوى هذا التقرير الخاص بالأمم المتحدة، خاصة أن عنوان هذا التقرير يعني هناك من يراه بأنه يحمل دلالات وعلامات كثيرة عندما نتحدث اليوم عن ربما مرحلة جديدة اللي هي مرحلة المساءلة وعدم الإفلات من العقاب كما وصى هذا التقرير. مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. حقيقة رأينا تقرير منظمة يونامي في وقت قريب، يعني حقيقة التقرير شخص بعض المشاكل الموجودة وليست كل المشاكل فيما يتعلق بالإفلات من العقاب وحقيقة الجرائم التي حصلت في ثورة تشرين في الأول من تشرين 2019 وحتى هذه اللحظة، الكثير من الجرائم وعمليات الاختطاف والاغتيال والتغييب القسري. هذا البيان حقيقة كان بيانا يتحدث بالعموميات في المساحة الفضفاضة، ليست هنالك إشارة حقيقية للجهات، ليست هنالك حقيقة يعني إلقاء باللوم على الحكومة العراقية ودفعها لاتخاذ إجراءات حقيقية. نعم هي فقط ومجرد توصيات، لا ليست بحجم دور منظمة الأمم المتحدة في العراق. نعتقد بأن البيان بيان عادي وبسيط جدا. نعم هو يعني وضح جزء بسيط جدا من ما حصل في ثورة تشرين، ونأمل أن يكون هنالك ضغط أممي كبير على الحكومة العراقية، وأيضا هنالك تحديد في ودخول وخوض كبير في التفاصيل التي حصلت من جرائم وعمليات انتهاك ضد المحتجين. سيد زايد دعني أرحب بك من جديد في النشرة الرئيسة وشكرا لك على تلبية الدعوة. دعنا نتحدث عن الحملة التي أطلقها الناشطون لانتقاد الدور الأممي عفوا. برأيك ما هي المآخذ التي سجلت على المبعوثة بلاسخارت؟ يعني حقيقة السيدة بلاسخارت ومنذ لحظة قدومها إلى العراق كانت تمارس دورا بسيطا ولا يرقى حقيقة للدور الذي من المفترض أن يلقى على عاتق الأمم المتحدة. في أحيان معينة تناقش ملف الانتخابات العراقية مع الجانب الإيراني، وحقيقة نحن نستغرب من هذا الفعل. في أحيان أخرى تناقش الميليشيات وقادة الميليشيات وتأخذ صور معهم وكأنها إشارات بأننا قابلون وراضون بما يحصل ويجري في العراق، وكأن التسويات تحصل مع قادة الميليشيات لا مع الدولة ولا بقرارات أممية. هذه مؤاخذات حقيقية نأسف حقيقة لأن تحصل لمنظمة ولمبعوثة أممية. نأمل كنا منها أن تأخذ دورا حقيقيا كبيرا في إنصاف الدماء وفي الإشارة للانتهاكات التي تحصل تارة من القوات الأمنية وتارة من القوات الميليشياوية والتي لديها أجنحة سياسية في الدولة. حقيقة الدور مؤسف، واليوم الشارع العراقي يعي جيدا بأن خطوات السيدة جنين بلاسخارت هي خطوات مخجلة، بل وبعض الأحيان يعتقدون بأنها متواطئة بل ومتماهية مع الميليشيات ومع عمليات يعني الانتهاك ضد حقوق المحتجين. طيب زايد، يعني العنوان بصراحة فيه كثير يمكن من الحديث، لكن تطورات المساءلة بشأن الانتهاكات وتجاوز حقوق الإنسان التي يرتكبها مسلحون مجهولون، تشوفون حضراتكم اليوم من قام باستهداف الناشطين المتظاهرين لثورة تشرين هي جهات مسلحة مجهولة الهوية؟ قبل قليل كان معنا أم سجاد تحدثت، وسجاد صديقك وابن مدينتك، تحدثت بكل صراحة بأنه سجاد تعرف هي شخصيا الجهات اللي قامت بخطف سجاد، بالتالي الجهات اللي قامت باختطاف الناشطين أو اغتيالهم تشوفها مجهولة الهوية؟ يعني حقيقة أنا قرأت البيان، وحقيقة أسجل أسفي أيضا على ما ورد من أن هنالك جهات مجهولة، وكما يشير البيان بأن الناشطون والمحتجون يشيرون لهذه الجهات بأنها ميليشيات، بينما الناشطون حقيقة عبروا بالأسامي وبالدلائل وبالوثائق عن أن هذه الميليشيات بأسمائها وبأسماء قادتها وبالجرائم وبالتوقيتات والتواريخ التي حصلت في هذا الجرائم، بينما منظمة الأمم المتحدة حقيقة أغفلت أو
تغافلت عمدا عن هذه عن كشف هذه المسميات. اما بالحديث عن قضيه السجاد العراقي فانا ابن الناصريه وسجاد صديق شخصي لي، سجاد اختطفته جهه ميليشياويه معروفه، الشخصيه التي اختطفته معروفه، الجهه التي ينتمي اليها معروفه، مكان الحادث وايضا مكان الاختفاء ومكان اختطافه ايضا. وعلى اثر هذه البيانات وعلى اثر هذه المعلومات ظهر السيد قائد شرطه ذيقار وقال في نص على صفحته على موقع فيسبوك، قال اطمئنوا نحن نعلم بكل التفاصيل وقريبا سيتم تحرير سجاد العراقي. اقيل قائد الشرطه واقيل المحافظ السابق، والى اللحظه مرت الان 9 أشهر على اختطاف سجاد العراقي دون ان تتحرك الدوله بخطوات جديه وفاعله، وهذا حقيقه يدعونا للشك بان الدوله غير جاده اطلاقا بمساله محاسبه سجاد يعني السلاح المنفلت او الجهات الخارجه عن القانون. حسن المآخذ، هناك نقص في المساءله حسب ما سجل هذا التقرير. هناك العديد من القضايا لم يتم البت بها أو أخذ إجراء بها، عدم تحديد مصير المفقودين، كل هذه بسبب مجهولية هذه الجهات. يعني حقيقة احنا لا نعتقد بأن هذه الجهات مجهولة، أو على الأقل لربما قد تكون مجهولة للناشطين الفاعلين في الحراك الاحتجاجي أو للاحتجاج بشكل عام، لكنها وبكل تأكيد لن تكون مجهولة لجهاز استخبارات الدولة ولأجهزة المخابرات وأجهزة الدولة المعنية بكشف هذه الحوادث. نعتقد بأن الدولة تساهم أو تتماهى مع قضية الإفلات من العقاب، ولهذا أطلقنا حملة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي نشير فيها بشكل واضح وصريح إلى ضرورة إنهاء حالات الإفلات من العقاب. علل منا أنه يجب على الحكومة أو أملا منا بأن الحكومة يجب أن تنتبه لهذه القضايا. اليوم صرنا نحن من نكشف الجهات يعني المسلحة، ونحن من نسميها بالأسامي، ونحن من نأخذ هذه المخاطر، والدولة تقف متفرجة حقيقة. هنالك جهات معروفة بالاسم ليست مجهولة الهوية، واضحة المعالم، وهي لربما قد تكون جزء من القوات التي موجودة الآن في الدولة، جزء من المؤسسات والهيئات الموجودة في الدولة. بالضبط هذه الجهات التي نشير لها بأنها المسؤولة عن هذه الحالات، حالات الاغتيال والاختطاف وتغييب الناشطين والفاعلين في الحراك الاحتجاجي قسريا. طيب زيد، وتيرة الأحداث تزداد مع قرب الانتخابات، ما الغاية برأيك وما الرسائل التي تريد إيصالها عبر هذه الأحداث للمرشح وللناخب؟ يعني حقيقة هنالك خطين متوازيين، خط يدفع بنا نحو الانتخابات تحت أي ظرف كان، وخط آخر من خلال هذه العمليات يدفع بالمجتمع العراقي للتخلي عن رغبته أو حقه في الاشتراك بالانتخابات. نعتقد بأن الدولة إذا ما أرادت من المجتمع أن يذهب نحو الانتخابات عليها أن تنهي وتضع حدا حقيقيا يعني لمسائل الإفلات من العقاب. يجب عليها أن تسمي هذه الجهات، يجب عليها أن تأخذ خطوات حقيقية وجادة إلى الأمام بملف محاسبة المتورطين بدماء وأموال حتى العراقيين. الأمر لا يقتصر فقط على الدماء، هذه متبنيات الحركة الاحتجاجية منذ البداية، وبدون هذه المتبنيات لن نذهب لانتخابات شكلية محسومة النتائج مسبقا. نعتقد بأنها أتت وتصور الآن وفق مقاييس الأحزاب التي ستتيح للحراك الاحتجاجي أو للمستقلين بمقاعد بسيطة لن تؤثر شيئا. نعم، شكرا لك ناشط المدني زايد العصاد، شكرا على قبول الدعوة.